خلونا دلوقتي نتجه معاكم لنطمن على مطروح، ومعانا على التليفون دكتور ابراهيم خالد رئيس شركه مياه الصرف الصحي وشرب بمحافظه مطروح. وحضرتك يعني صباح الخير عليك، وياريت توضح لنا ما تشهد المحافظه من امطار وتقلبات في الطقس على مدار الساعات الماضيه والوقت الحالي كمان. هل بالامس كان في تراكم شديد للمياه ولا تم السيطره عليه؟ صباح الخير يا فندم. صباح الخير يا فندم. والله وحضرتك بالنسبة للنقوة دي بدأت معانا من يوم السبت، مساء يوم السبت الساعة 5 المغرب اللي هو يوم 15، من يوم السبت المطر الشديد لمدة 10 دقائق السبت كتير جدا، وتكرر الموضوع ده 8 مساء لمدة 15 دقيقة، وبالليل الساعة 1 مساء والساعة 3 الفجر كان في مطر شديد. واخدين تحذير من غرفة عمليات القمر محافظة، واحنا متواصلين مع هيئه الارصاد الجويه، والحمد لله هم يعني الارصاد عندها دقه عاليه جدا الايام دي، والتجمعات بتاعتها بتبقى دقيقه بنسبه عاليه جدا. فتجمع الامطار دي احنا طبعا كان عندنا تحذير وكنا واخدين الحذر قبلها، كانت معداتنا منتشره في الاماكن اللي متوقع انها تجمع الامطار فيها. كنا قبلنا احنا اصلا من اول ما فصل الصيف خلص عندنا وبدا فصل الشتاء كنا احنا بنجهزين وعاملين طوارئ ومجهزين استعدادنا تماما يعني، ومطهرين الشنايش ومسيلين المحطات ومطهرين المطابق وشنايش الامطار وبيارات الصرف الصحي، فكنا جاهزين الحمد لله يعني هذا لمثل هذه الاحداث. تمام. هل تم الدفع بعدد كبير من سيارات لشفط المياه من شوارع مطروح ومن الطرق كمان خاصه من العلمين لحد مطروح؟ اه طبعا، احنا كنا طبعا لما خدنا التحذيرات دي كلها بدانا ننشر المعدات بتاعتنا. اجمالي المعدات عندنا في مطروح 59 معده كبيره، وفي مجموعه من البدالات والنقالات الصغيره حوالي اكثر من 30 معده بداله تانيين صغيرين بخلاف البدالات الكبيره اللي هي بدالات السيول. فطبعا كنا منشرينهم في الاماكن، في اماكن طبعا في الفتره اللي فاتت بقى عندنا معروف عندنا اماكن اللي بتجمع فيها الامطار والاماكن المنخفضه والاماكن اللي فيها ميول بيجمع الميه، فكنا ماشيين حاجتنا معداتنا في المناطق دي. والحمد لله المره اللي فاتت دي يعني المطر كله كان متركز على منطقه مطروح وجزء بسيط جدا من الساحل، من طريق الساحل الشمالي. فبالنسبه للعلمين والضبعه والحمام كانت الامطار فيها ما لهاش تجمعات خالص ولا لها اي تاثير، كانت موجوده خفيفه ومتقطعه. صحيح. يوم الاحد اتفضل يا فندم. يوم الاحد حضرتك تقول يوم الاحد حصلت امطار خفيفه متقطعه مع زياده سرعه الريح، وسرعه الريح كانت واصله من 50 الى 60 كيلو، وحصل ارتفاع في موج البحر حوالي 3 متر، والامطار وما سقطش امطار على مطروح غير امطار خفيفه جدا ومتقطعه في عبد الرحمن، مدن عبد الرحمن والحمام والعلمين مده 10 دقائق وما نتجش عنها اي تجمعات. هو من واضح طبعا في تنسيق ما بين حضراتكم والهيئه العامه للارصاد الجويه لمتابعه حاله الطقس باستمرار. انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتور ابراهيم خالد رئيس شركه مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح.